يبدو أن هناك أصوات بدأت تخرج شيئا فشيئا وتبرر حالة الإحباط الذي توجد فيه جبهة البوليساريو من هزائم دبلوماسية وميدانية في نفس الوقت. وهناك بعض عناصر هناك بعض العناصر من جبهة البوليساريو يدفعون ويقولون لو أن الجزائر أعطتنا أسلحة متطورة من درونات أو من أسلحة مضادة للطائرات وكذا، يمكن أن نهزم المملكة المغربية حسب القول البعض في أسابيع أو في دعونا نقول في ظرف وجيز. وكذلك البعض يقول هكذا فقط تفكير أنه يمكن لدولة معينة مثل موريتانيا مثلا بما أنها اشترت مؤخرا بعض الدرونات أنها يمكن أن تمد البوليساريو بأسلحة معينة. وهناك من ذهب خياله أن يمكن يتم إعلان سرقة بعض الأسلحة يتم استعمالها ضد المملكة المغربية. طيب، كل هذا كلام ويمكن أن نقول كما نشاء، ويمكن أن يذهب تفكيرنا إلى أبعد ما يمكن، ولكن هناك واقع وهناك قوانين وهناك حواجز يجب للمتحدث أن يكون على علم بها، وهي كالآتي باش تكون الأمور واضحة. لماذا جبهة البوليساريو لا تحصل على هذه الأسلحة؟ لماذا الجزائر لا تعطي هذه الأسلحة المتطورة أو تشتري هذه الأسلحة المتطورة لجبهة البوليساريو لتهاجم بها المملكة المغربية؟ لماذا؟ واسمعوا الجواب المهني للأمور. التكنولوجيا الجديدة يا إخوة الكرام، كل دولة لها صناعتها ولها تكنولوجيتها ولها طائرتها إن كانت تصنع. مثلا في المنطقة عندك تركيا عندها اشتهرت الآن بالبرقدار التي يعني برهنت على جدوائيتها في القتال واقتنتها الكثير من الجيوش. وهناك الصواريخ أيضا المضادة والتي تعمل اليوم بالطريقة الإلكترونية وبالتوجيه وبالأقمار الصناعية وبكثير من هذه الأمور. ولكن الذي لا يعلم هؤلاء الذي يذهب فكرهم بعيد أنك عندما توقع عقد شراء لتكنولوجيا معينة أو درونات معينة أو نوع من الصواريخ المعينة مع دولة معينة، تلك الدولة تضع لك شرطا في ذلك العقد أنك لا يمكن أن تبيع أسلحتها أو تعطي أسلحتها لجهة أخرى إلا بإذن مسبق. بمعنى أن الجزائر إذا اشترت الدرونات الإيرانية أو الصينية أو التركية أو الأمريكية مكتوب لها، أو الروسية حتى مكتوب لها في العقد
أنها لا يمكن أن تستعمل هذه الدرونات إلا لأغراض الجزائر بحتة، ولا يمكن للجزائر أن تبيعها ولا أن تهديها لأي طرف آخر بدون إذن مسبق وصريح من الدولة المصنعة البائعة. ولذلك أعطي مثال بسيط وقريب جدا. لما أرادت الإمارات أن تمنح المملكة المغربية المقاتلات الفرنسية، ماذا وقع؟ بقيت فترة طويلة، مدة سنتين أو ثلاثة، وهم يتفاوضون مع المصنع والبائع وهو فرنسا لتوافق على الصفقة. وطبعا وافقت مؤخرا فرنسا للإمارات أن تمنح تلك الطائرات للمغرب، والتي سيتم إعادة تأهيلها واستعمالها للرصد وللتتبع ولكثير من الأغراض العسكرية. بمعنى من إذا كان جبهة بوليزا وعناصر يعتقدون أن الجزائر ممتنعة أن تعطيهم أسلحة لأن الجزائر لا تصنعها، الجزائر لا تستطيع اليوم أن تشتري الطائرات أو الصواريخ الإيرانية وتعطيها للبوليساريو إلا بإذن مسبق من الإيرانيين. والدولة الإيرانية تفهم ذلك، بمعنى أن هذه الأسلحة أو الدرونات الإيرانية إذا وقعت بين أيدي جبهة البوليساريو تكون المسؤول عنها هي إيران، يعني أنها أعطت موافقة للجزائر أن تعطي أسلحتها للبوليساريو. طيب، الدول المصنعة لفابريكان مصنعين لا يريدون أن تقع أي أسلحتهم بين أيدي دعونا نقول انفصاليين أو شيء من هذا القبيل، لأنهم يفضلون التعامل مع الدول المعترف بها من الأمم المتحدة، الدول التي تملك أنظمة يعني عسكرية رسمية. وهذا هو المشكل اليوم الذي لا يفهم البعض. جبهة البوليساريو تفهمه كمسؤولين، ولكن الناس اللي يطلعوا على التيك توك والله ما فاهمين شي، لا يدخلوا يتموا يناقشوا ما فاهمين الأخبار، وشاكين عن الأسلحة كيف بيع الطماطم والبطاطس، لا يفهموا في هذا العالم وفي هذه التجارة. الجزائر يا أخي الكريم ويا من يشجع جبهة البوليساريو أو يدعمها، لا تستطيع اليوم أن تمدك بهذه الأسلحة المتطورة. ولعلمك الخاص، هذه الأسلحة المتطورة تشتغل بأنيكو سيستم، تشتغل يعني بكثير من الأمور، ليست سلاح تحطه في يدك وتمشي تضربه. هناك منصات، وهناك منصات تحكم، وهناك يعني أمور كثيرة حتى تستطيع استعمال هذه التكنولوجيات، ليست يعني RPG 7 اللي كتعرفوا، والله استريلا اللي تعرفوا تحطوا على منكبك وتضرب به، هذا انتهى هذا الأمر، قالوا الدارجة ما بقاش كي يأكل ذاك الشيء، انتهى أمره، انتهى تكبيس يا أخوة الكرام، تكبيس وشر. إذن من هذه الناحية أريد أن أطمئنكم وأؤكد لكم أن الأمر ليس بهذه البساطة الذي تعتقدون، أن اليوم ليس هناك دولة تصنع عندها اليوم تكنولوجيا متطورة مستعدة أن تقع هذه التكنولوجيات بيد من ليس معترف به الأمم المتحدة. ثانيا، لمعاداة دولة معينة، يعني اليوم لا تعتقدون أو تتعجبون من هذا الأمر، هناك فترة كانت هناك حرب باردة بين الغرب والاتحاد السوفيتي، في تلك الفترة كان القذافي وحتى الجزائر يشترون بعض الأسلحة الحديثة آنذاك مثل ستريلا ويسلموها لجبهة البوليساريو طبعا بإذن من الاتحاد السوفيتي. اليوم الأمور انتهت، الروس
لن يقبلوا ابدا ان تقع اسلحتهم بين اسلحه بيد جبهه البوليساريو لتضرب المملكه المغربيه، لان هذا يعتبر فعل عدائي من روسيا تجاه المملكه المغربيه، حتى تكون الامور واضحه. وحتى ايران التي يعني في تجميد العلاقات او قطع العلاقات مع المملكه المغربيه ايضا تراعي ايضا هذه الامور، لانك اذا ضريتني ضرك، اذا مسيتني مسك، هذا هو تعامل الدول فيما بينها. اذا ايضا درونات يعني الايرانيه، الا اذا قرر الايرانيون ان يفتحوا جبهه في شمال افريقيا كما هي في جنوب لبنان او في اليمن او في سوريا، هذا امر اخر، وهذا سيعتبرك عدوا. وايران اليوم ليست محتاجه لان تفتح جبهه اخرى، حتى تكون يعني الامور واضحه جدا. هذا من باب من يقول الجزائر تعطينا السلاح لكي نضرب كذا وكذا، هذا الامر هذا اردت فقط ان اشرحه حتى تكون الامور واضحة بالنسبة للناس البسيطة التي تعتقد أيضا أنه الأمور يعني بهذه البساطة وبهذه السهولة حتى يفهم البعض. بالنسبة لي يا إخوة الكرام، الموضوع الأساسي بالنسبة للموضوع الأساسي سأناقشه معكم وأضع لكم هذه الصورة المهمة جدا لنفهم يعني ماذا يجري حولنا. دقيقة إخوة الكرام. نعم، على كل حال في ردة فعل للجزائر بعد اعتراف الفرنسي بسيادة المملكة المغربية على أقاليمه الجنوبية، هناك كلمة وردت في البيان، هناك كلمة وردت في البيان، هو أن فرنسا تتحمل مسؤولية عواقب وتداعيات هذا القرار الذي أخذت فيما يخص الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وكنت أريد أن أناقش معكم أمر معين، دقيقة فقط يا أخوة الكرام. أيوة، الآن يا إخوة الكرام، البيان الجزائري يقول أن فرنسا لا تقيس كل التداعيات المحتملة لمثل هذا القرار. طيب، خلونا نعالج هذا الموضوع بطريقة مهنية.
السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي يا ترى هذه التداعيات المحتملة لقرار فرنسا الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية؟ وبصيغة أخرى، تكبيس يا أخوة الكرام، تكبيس حتى يثبت اللايف. وبصفة أبسط يا أخوة الكرام، دعونا نبسط الأمور لأي متابع من الجزائر أو من موريتانيا أو من المغرب أو من أي دولة في الخارج يهمه هذه المنطقة، تهمه علاقات دول شمال إفريقيا مع فرنسا. يعني قضية الدول هي قضية مصالح، قضية الدول هي قضية مصالح. ما هي يا ترى هذه المصالح التي يمكن أن تهدد بها الجزائر فرنسا عندما أخذت هذا القرار؟ نريد أن نفهم ماذا تستطيع فرنسا الجزائر أن تأخذ من إجراءات ردعية كما يقولون، ردعية في وجه فرنسا. هذا يعني لأنه يمكن أن نتحدث يعني في الهواء ونقول سيندمون على ما فعلوا حسب ما يعني يظهر في البيان، والتداعيات ستكون خريطة خطيرة وسيتحملون كذا وكذا. اسمع يا أخي الكريم، أنا لا أقزم أبدا دولة مهما كانت، وما لا أرضاه لنفسي لا أرضاه للآخرين. كيف أنا لا أرضى مثلا مهما كان ضعف بلدي أو نواقصه أن يتم تقزيم بلدي موريتانيا، فكيف أقزم الجزائر؟ نحن نتحدث يا إخوة الكرام عن أمور واضحة. قل لي إذا كنت أنت جزائري سوي وعندك معلومات، قل لي ما هي التداعيات التي يلمح عليها النظام الجزائري في وجه فرنسا؟ قل لي بالأرقام ماذا يمكن للجزائر كدولة أن ترضع به فرنسا؟ هذا هو الذي أريد أن أفهم، حتى يعني نفهم ما هي التداعيات المحتملة، لأنك أنت قلت أن هناك تداعيات خطيرة قد تقع وأن فرنسا ستتحمل مسؤوليتها. بمعنى أنك أنت مثلا قل لي أنا هو الذي أمد كجزائر، أنا هو الذي أمد فرنسا بالغاز، تعيش على غازي، إذا قفلت عنها الغاز ستصبح في الظلام وفي البرد. قل لي أن 67% من مواد الغذائية الفرنسية تأتي من الجزائر. قل لي أن الكهرباء تأتي مثلا من الجزائر. قل لي ما هي هذه الأمور التي بيدك تستطيع أن ترضع بها فرنسا لتكون هناك تداعيات؟ هذا هو الذي أريد أن أناقش بكل بساطة، بمعنى أنه يجب أن ننكب على العلاقات الجزائرية الفرنسية وما هي كما قالوا التداعيات المحتملة، لأن الجزائر تعتبر أن فرنسا لم تعد يعني في صفها أو أنها خالتها أو شيء من هذا القبيل. الآن نحن نريد أن نناقش هذه الأمور، نريد يا إخوة الكرام أن نناقش هذه الأمور. والجزائر والمغرب واللي هما في نفس العلاقات حكما مع فرنسا، اتضح اليوم أن بعد فترة من الترنح اختارت فرنسا بما لا يدع مجال للشك الجانب المغربي في ملف الصحراء. إذن يجب أن نفهم لماذا اختارت فرنسا مصالحها مع المملكة المغربية على حساب الجزائر؟ لماذا؟ طيب، أنا قبل أن أستضيفكم سأعطيكم وأتحدث لكم عن بعض المعلومات
الاقتصادية والتجارية فيما يخص فرنسا والجزائر من جهة، فرنسا والجزائر من جهة، وفرنسا والمغرب من جهة، حتى تفهموا، لأن أخوة الكرام الدول هي مصالح، الدول هي مصالح. ولا شك أن وزارة الخارجية الفرنسية، وهذا الملف ملفها لأنه ملف خارجي، أخذت ما أخذت من الوقت ومن الدراسات لتضع كل شيء في محله حتى تصل إلى هذا القرار، وهو الاعتراف بمغربية الصحراء. معناه أنها وضعت كل، وهذا هو الطبيعي، لن يقدم الفرنسيون على هذا القرار إلا بعد دراسات كل التداعيات المحتملة. نحن سنحاول أن نقول ما هي العلاقات الفرنسية المغربية التجارية، وما هي العلاقات الجزائرية الفرنسية التجارية. أعطيكم بعض الأرقام. التبادل التجاري بين فرنسا والجزائر تعدى 12.8 مليار أورو في سنة 2023. يعني في سنة 2023 كان التبادل التجاري بين فرنسا والجزائر وصل حجمه، تبادل تجاري بمعنى تصدير واستيراد بين البلدين، 12 تعدى 12 مليار دولار. في نفس السنة بين المملكة المغربية وفرنسا بين المملكة المغربية وفرنسا بين المملكة المغربية وفرنسا بلغ حجم التبادل التجاري ما يزيد على 14 مليار دولار. هذا يا أخوة الكرام، هذا مهم مهم أن نفهم أولاً ما هي الأبعاد التجارية. يعني هناك 2 مليار دولار فرق في حجم التبادل التجاري بين المغرب والجزائر مع فرنسا، بمعنى أن المغرب تزيد بمليارين دولار في تبادل التجارة، الحجم التجاري مع فرنسا. هذا من ناحية، ولكن هذا لا يكفي. الحجم كما قلت، الحجم كما الناتج المحلي، هذا في كميته وحجمه ليس مهم إذا لم تعرف من أين أتى هذا الحجم لتقيم وتقول فعلا هناك أمور. كما العادة، يعني أن ما تستورد فرنسا، ما تستورد فرنسا من الجزائر، ما تستورد فرنسا من الجزائر في الدرجة الأولى الغاز والنفط، الغاز والنفط. أما الجزائر في استيرادها من فرنسا تستورد البضائع الصناعية، تستورد المعدات الميكانيكية، تستورد وسائل النقل،
تستورد كذلك المواد الغذائية المعلبة، توسكي أغرو أليمونتير. هذا هو تصور معي ما تستورد الجزائر من فرنسا، وفرنسا تأخذ تستورد الغاز، تستورد الغاز، الغاز والنفط عبر طبعا هذا الأنبوب المباشر، هذا الأنبوب الذي ترون من حاس الرمل. هنا هذا الأنبوب تم إغلاقه إلى المملكة المغربية، هذا لم يعد موجود. هناك هذا الأنبوب يتوجه من شواطئ الجزائر مباشرة إلى إسبانيا وبعدها إلى أوروبا، وهناك أنبوب مباشر لإيطاليا أيضا، أنبوب مباشر لإيطاليا. طيب سأعطيكم هنا، سأعطيكم هنا بعض الأرقام المهمة جدا لتفهموا ماذا يجري. ربما أخذ مكان آخر. هذا يا أخوة الكرام اللي ترى هنا هو حجم ما يتم استيراده من فرنسا، من فرنسا. هذه الحاويات، أكبر مستورد من فرنسا هو المملكة المغربية بستة فاصلة، وبعد ذلك تأتي الجزائر. ولكن الأهم، الأهم، الأهم يا إخوة الكرام أن نفهم ماذا يتم، ماذا يتم استيراده. انظروا الجزائر، هناك القمح، هناك الأدوية، وهناك السيارات، هناك السيارات. المملكة المغربية، المملكة المغربية الذي تستورد هو كما ترون المكتوب هنا قطاع غيارات، أيضا للتربية الحيوانية. وهنا ترى الفرق، هنا ترى الفرق، هنا يتم استيراد أمور لها علاقة بالمواد الغذائية، وهنا لها علاقة بالصناعة. هنا دقيقة، ربما الاستثمارات المغاربية في الخارج، المغرب يتصدر الاستثمارات، تأتي الجزائر ثم ليبيا وتونس. نذهب أيضا في لنرى حجم أن المبادلات ازدادت في 2023، زادت مبادلات بين الجزائر وفرنسا.
رغم أن العلاقات كانت مترنحة. بمعنى إخوة الكرام، الآن سأبدأ أستضيف، أعطيت فقط بعض الإحصائيات، وبالمناسبة حتى أعطي المصدر، المصدر هو الموقع الحكومي الفرنسي. نعم، فرانسيوم زاد بسبب الغاز والنفط. إذا فرانس دي زاد، أنت من الصباح، فرانس دي زاد، أنت من الصباح وأنت تقول الكلام المسيء وكذا وكذا، قل لي طلعني، نطلعك لاش؟ أنت جاهل، كيف نطلعك؟ أنا أريد من يريد، من يكون أولا عنده أخلاق ويكون عنده معلومات، أنت ولا كلمة، أنت ولا كلمة. أنا المهم أعطيت معلومات، أعطيت معلومات، الآن يطلع اللي يستطيع أن يجيبنا، اللي يستطيع أن يجيبنا بمعلومات واضحة. اللي يستطيع أن يجيبنا معلومات واضحة يطلع معنا، يقول لنا ما هي أخ أبي طالب، حياك الله. أخباركم؟ مرحبا بك أخي الكريم، شو أخبارك؟ لا بأس، كل شيء بخير الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. أنا عندي أسئلة واضحة ولا فيها لا شو اسمع أخي الكريم، أنا قبل أن نشوف، أنا عندي أسئلة واضحة ولا فيها تقزيم، ولكن أنا موالف تدخل معك، أنا موالف تدخل معك، ما تخافش مني، أنا موالف تدخل معك. لا لا شوف أخي، ليس خوف، لا نريد الاستفادة يا أخي الكريم، نريد الاستفادة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. ما هي بالواقع الضغوط، ما هي الضغوط، ما هي التداعيات المحتملة التي بيد الجزائر تجاه فرنسا؟ أنا نحب نحكي في السياسة، ما نحبش نحكي في الفعل، نحب نحكي في الوقائع. تعرفني مليح موالف، ندخل معك. أولا نقول لك حاجة، نجيبها تاريخيا، يعني من بعد اتفاقية إيفيان، من بعد اتفاقية اللي كانت الجزائر تأميم الغاز، اللي بدأت دور تقزيم فرنسا من هذاك الوقت والواحد يومنا هذا، حتى أنه يعني إحصائياتك، يعني حتى نضيف عليها حاجة، يعني أنت ما قلتهاش، أنه فرنسا تقهقرت يعني في التبادل التجاري والاستثمارات ما بينها وبين الجزائر. راها إيطاليا يعني اللي كانت تحت المرتبة الخامسة، راهي تحت المرتبة الثانية، وراها عندها استثمار ب 20 مليار دولار، يعني تبادل تجاري بيناتهم 20 مليار دولار. هذا من ناحية، من ناحية واحدة أخرى يعني سياسيا، يمكن فرنسا يعني فقدت عمقها الإفريقي بسبب الجزائر، لأن الجزائر كانت سباقة أنها يعني منعت بمعنى أصح عدة امتيازات كانت لها في الجزائر، كانت سباقة، منها اللغة، منها شكونا نحكو يعني تأميم الغاز، منها بزاف حوايج، يعني الجزائر في استطاعتها ما أكثر من ذلك. حاجة واحدة أبي طالب اللي أنت تعرفها يعني أكثر من هذا الحضور هذه، هو الأزمة الأزودية اللي لها، أزمة أزود اللي حاصلة اليوم ولها بدأت يعني تكبر أحداثها، يعني وأنت نعرف أنك مطالع هذه الأحداث هذه، هي وين راح تمس، من راح تمس؟ الجزائر وحدها؟ هل تداعيتها تكون عن الجزائر وحدها، أم هو دمار وخرب للمنطقة كلها؟ من جاب هذا الإسهاب؟ من جاب هذا الدمار تاع الأزود؟ حلل وناقش، والله العظيم أقسم بالله، أمر أعظم وأكثر منك تكون هوية الهوى مغربي أو هواك جزائري أو هواك موريتاني، والله العظيم ما يدبر، والله العظيم أقسم بالله ما يدبر. حط تحته مليون ألف خط. هذا اللي احنا إذا كان نحكو على التوعية، نحكو على التوعية. أنا كان نجم نقول لك دي في 2021 فرانس إليجانس خرجت مقال انه يعني راح يجيبوا سلاح من جنوب افريقيا و و و، بصح هذا الامر هذا ما يهمني،
انا هذا الامر والله العلي العظيم يلي راه جاي لهذه المنطقه ما يعلم به الا ربي سبحانه عز وجل، ومن تحت فرنسا، من تحت فرنسا. اخي عبد ابو طالب، نكون يعني يا رب نكون في فاديتك وافدتنا انت ثاني، وشكرا لك وتحياتي لك. نعم، شوف اسئلتك مهمه جدا. انا الذي يمكن ان اقول لك اخي الكريم ما الذي عندي من معلومات ومن تسريبات صوتيه، ونشرت احد هذه التسريبات، ادخل في حسابي شوف اخر شيء نشرته، وهو لعنصر من الجيش المالي يتهمون فيه مباشره ان الجزائر او ان الجيش الجزائري هو الذي، او ان ضباط الجيش الجزائري هم الذين يسندون جماعه الازوات ضد الجيش المالي. أخي أبي طالب، على بالك بلي في الحروب بالحقيقة مكاش، هذه راهي تقريبا شبه حرب ما بين أزود وما بين جيش المالي. في الحروب ما تقالش الحقيقة، حقيقة تبالغ إلا لما تنتهي الحرب. الطرف المالي يقول واش عنده، الطرف الجزائري يقول واش عنده، ولكن على أرض الواقع كاين حاجة سموها أزود ويسموها أزمة مالية راهي تهدد في المنطقة كلها. هذا ما يهمنا احنا، انا ما يهمنيش انا كي يقول الطرف المالي واش يقول، ولا الطرف كي يسموه واش يقول، ولا هذه مصلحة. كتقول انت دائما مصلحة رابح رابح، هنا رانا مصلحة خاسر خاسر. دمار للمنطقة، هذا ما هوش دمار كيسمو هذا. إذا كان أي أساس الاقتصاد هو يكون الظرف الأمني الأولى. الظرف الأمني احنا في منطقتنا راه ما كانش، لا ليبيا، لا جنوب الجزائر، لا غرب شرق موريتانيا، ولا شرق المغرب، ولا كلنا رانا في الهوا سوا، كلنا رانا في الهوى سوا والله. ولكن الحدود دول شمال افريقيا ما عدا طبعا موريتانيا، حدود الساحل عندكم انتم اللي عندكم 1000 كيلومتر. والله ما عندكم 1000 كيلومتر مع النيجر. والله حتى هذه اقسم لك بالله العلي العظيم، لو كان نقول لك اتفاقيه الجزائر، اتفاقيه الجزائر اللي اعتقد باللي عندها حدود مع الصحراويين، هل الغاها ود الغزواني؟ ما الغاها يعني، ما زلنا لحد الان ندور في حلقه مفرغه لحد الان. تقول لي واش عندك، نقول لك واش عندي. انت ظلمت، انا ظلمت، انت اللي جبت، انا جبت، الى متى الله اعلم. انا نشوف فيها دمار للمنطقه كلها، كل واحد يتهم في طرف، واحد يقول لك انت نظامك توسعي، واحد يقول له انت ديت الاراضي تاعي، واحد يقول له انت يا راك صانع، واحد يقول له احنا المرابطون، الاخر يقول له لا احنا الموحدون. وقعدنا ندور في، ما ناش نشوفوا في المستقبل، رانا نشوفوا غير الماضي. صحيح، انا بعد سمعتني معك ان هذه يعني نقاشات غير مجديه. انا والله العظيم يا اخ ابي طالب، والله العلي العظيم، والله وهذه غادي تحاسبون عليها امام الله، لي امام بالله. لاني نشوف الناس ودي استغفر الله العلي العظيم، راهم باغيين يدونا كاع لواحد المنطقه واحده اخرى كاع. مصلحتي ما كاين لا عروبه لا قوميه لا اسلام، مصلحتي اولى. انا نقول لك على حاجه، والله العلي العظيم ستحاسبون امام الله، انتم المؤثرون، انتم المؤثرون، والله ستحاسبون امام الله. كلمه حق، كلمه حق عند حكيم جائر راك تزع عندها بها عند الله. أنا قادر نذكر لك اليوم تبوني إلى الغدوة إلى العام الجاي، ولكن هل في مصلحة بلادي؟ هل في مصلحة بلادي؟ توعي يا زين والله. ولكن يا أخي الأمير يجب أن نفرق، شوف يجب أن نفرق بين أمرين، بين أنك يعني تقول السياسة ليست في محلها هناك خطأ، وبين من يستهدفون الشخصيات. الرئيس الجزائري هو رمز للجزائر لأنه يمثلها ورئيسها الشرعي، وبالتالي أنا بالنسبة لي التهجم على شخصي لا أقبله أبدا، لأنه كما قلت هذا ضد كل الأمور. ثانيا في النهاية نحن كما قلت نسأل أمام الله، نسأل الله سبحانه وتعالى عن إنما المؤمنون إخوة، هذا ما نقول، نقول إنما المؤمنون إخوة. خلوا عنكم الشيء، خلوا عنكم حتى لا نطيل على العقيد. أخ أبو طالب دقيقة برك، ده آخر كلمة عندي. أنا والله ما جبتش لا تبون لا على خاطر على حاجة يعني سابقة، ولا واحد سب ولا حاجة. أنا قلت كلمة واحدة فقط، إنه المنطقة هذه بهذا التداعيات رايحة دمار إلى ما لا يحمد عقباه. والله يا ابي طالب، حتى كنت حاب ابي طالب، عندي لك سؤال. والله تفضل. ما رايك في استقبال الرئيس الموريتاني لابراهيم غالي؟
والله نقول لك ها رأيي أنا كشخص. نعم والله نقول لك أنا شخصيا أعتقد أنه موريتانيا كانت يجب، إذا كانت أرسلت دعوة حسب المعلومات التي عندنا والتسريبات، أنه في البداية لم تكن هناك دعوة رسمية، وأن الرئيس الجزائري اتصل قبل 3 أيام بالرئاس الموريتاني وطلب منه أن يستقبل في هذه الحادثة. أولا أريد أن أؤكد أن هذه ليس استقبال شخصي، هذا حفل تنصيب وهناك دعوة لضيوف يأتون. إذن يجب أن لا نحمل أولا التظاهر ما لا تتحمل، هذا ليس استقبال لشخص معين في إطار علاقات ثنائية، هناك حفل تنصيب. حال إذا درت عرس وجاء ناديت واحد وجاء الخالته وجاء أخته وجاء عرس، هذا الناس كلها تأتي من كل مكان، والرئيس هناك شيء أمور يجب أيضا أن نحن لا ما نخبيها كما يقال. الموقف الرسمي لموريتانيا هو الاعتراف بما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية. هذا الموقف نحن شرحنا أنه لا يأتي من الأمس، هذا الموقف أخذته لجنة عسكرية وموريتانيا دستورها موقف، وبقي ذلك الموقف احتراما للجزائر، لأنك ترى أن لما فرنسا سحبت الاعتراف أنت قلت الجزائر طلبت من موريتانيا استقبال إبراهيم غالي، يعني بحسب نظرك أنت الجزائر تتحكم في موريتانيا لا حسب المنطق بتاعك. لا 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 أنا يا أخي الكريم قد لا أتحكم فيك، ولكن عندي خاطر لك، عندي خاطر. الرئيس الجزائري متصل بآخر الرئيس الموريتاني قال له دي بغيت فلان يجي يحضر الحفلة، قال له صافي جي تفضل. هذا ليس تحكم، ولكن هذا خاطر يعني. كان قادر يقول له ما استقبلوش، ولكن هذا هل برأيك أنت يعني رئيس دولة كبير مثل عبد المجيد تبي يتصل بأخيه من أجل استقبال في حفلة إبراهيم أمين عام جبهة البوليساريو أن يرفض له هذا الطلب؟ يعني أمور بسيطة. وأنت من قال لك أن تبوني اتصل برئيسكم وقال له أنت تستقبله؟ شكون قال لك؟ منين جبت المعلومة هذه؟ من ناحية الاتصال وقع، أما فعلا إذا طلبتني أني الدليل، والدليل هو أني كنت سمعت أنا ماذا جرى بينهما، أنا ما سمعته. ولكن كيف ترى ما دامك قلت الكلام هذا أعطينا دليل، ما تكلمش من فراغ. لا اسمعني، احنا حسب المعلومات، قلت حسب المعلومات المتداولة، أولا الرسالة الرسمية التي وقع وزير الخارجية الموريتاني وأرسل بها إلى الممثليات الموريتانية في الخارج تم تسريبها وليست فيها الجمهورية العربية الصحراوية. والصحراء الغربية، أنا حابب نسمع رأيك في الصحراء الغربية، هي مغربية أم ليست مغربية؟ إذن أنت لا تتابعني. أنا بالنسبة لي اسم الصحراء الغربية انتهى مع الاستعمار الإسباني، لأنها الاسم ديال الصحراء الغربية هو تسمية للصحراء الإسبانية، كان اسمها الصحراء الإسبانية أو الغربية، أي أوكسيدونتال، أي تابعة للغرب، ولما خرج من الإسبان انتهى أمرها، واليوم آلت إلى المملكة المغربية وهي الصحراء المغربية بالنسبة لي. ولماذا كانت تدعي موريتانيا أنها عرب تابعة لها في 75 76؟ وهو لماذا؟ أخي الكريم لا يدوم إلا وجه الله. لماذا موريتانيا قالت باللي هذه أرضي وحاربت عليها ومن بعد نزلت عليها؟ لماذا؟ هذا شيء موضوع طويل، هذا اللي بغيت نشرحه لك طويل، ما هو الموضوع اليوم، موضوع خروج موريتانيا من مطالبتها بجزء من الصحراء وإدارتها لوادي الذهب، ثم دخولها الحرب، ثم خروجها من الحرب وخروجها من وادي الذهب، كل هذه مراحل من التاريخ، من التاريخ. أنا الآن لو سألتك كيف اليوم الجزائر ولات جزائر اليوم، كيف زدت لها تيندوف بشار، كيف زدت لها
منطقة القبائل كيف زدتوا حتى أصبحت الجزائر اليوم تندوفو بالشار تشوفها أبي طالب تندوفو بالشار أراضي جزائرية سقيت بدماء الشهداء والأرض لمن حررها أنت يا أبو طالب أنت تردد كلام من بكري تابعة الأراضي الجزائرية والقبائل هم أراضي جزائرية والجزائريين اسمع أخي الكريم جزائريين أنت يا أبي طالب تردد كلام المخزن لا وتراوغ اسمح لي على الكلمة هذه أنت تراوغ يا أبي طالب أنت راك حافظ ماكش فاهم راك حافظ تردد كلام المخزن وتردد في الكلام اللي يرسل لك فيه محمد السادس في الواتساب يقول لك هاك واش تقول لا هاجم من الجزائر اسمح لي نتكلم أخ أبو طالب السلام عليكم شيء تخرج عن الكلام شوف أبو طالب أنا خرجت غير اسمح لي غير اسمح لي اسمح لي حتى أشرح لي الأخ أنا عندي لايف وعندي موضوع معين وهذا مع الأسف الشديد هو يعني في الحقيقة من قلة الرزالة لأنه الحياة مواضيع ومشاكل ومتشعبة أنا عندي موضوع معين البيان الجزائري فرنسا لا تقيس كل التداعيات المحتملة لهذا القرار ما هي هذه التداعيات المحتملة؟ تدخل لي الآن في مواضيع تاريخية وكذا وكذا هذا يعني في الحقيقة يخرجنا إلى أمور تسألني أسئلة أجيبك بأسئلة تقول لي كيف أصبحت كذا وكذا أقول لك أنت أيضا اشرح لي كيف أصبحت كذا وكذا خلاص التعجيز بسيط جدا أخ أبو طالب نرجع للموضوع أحسن لأن إبراهيم عليه السلام عندما قال له يعني أعتقد نمرود قال له من رب قال له ربي الذي يحيي ويميت ماذا قال له قال له أنا أحيي وأميت فلما إبراهيم فهم أن الشخص يريد التعجيز قال له طيب إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فأنا أيضا نفس الشيء أخاطبك بهذه الطريقة تأتيني بأمور تعجيزية أعطيك أحاول أفهمك بالأمور العقلانية تأتيني بأمور تعجيزية أجيبك بالأمور التعجيزية تفضل أمير نرجع لموضوعنا أخ أبي طالب أنا خرجتك شوية خاطر شعلاه شد كاين الناس يعني لمواضيع سياسية ولا حاجة بدأت تخرج تهاجم ما هيش عارف الأمور وراه راح هذا على خرج من الموضوع نرجع لك ذوق الموضوع موضوع الجزائر يعني شويه تدير الجزائر يعني انت تعلم انه واحد يقول 5 ملايين جزائري في فرنسا واحد يقول 7 ملايين هذه راه شعب هذه ماهيش كيسموه هذا راه شعب تاع بلاد في بلاد يمكن هذيك الدولات حركه كيما تبغي سمعتني راك شفت هذاك المقتل تاع هذاك الجزائري ذو الاصول الجزائريه هذاك تاع 3 جينيراسيون هاك شفت هذاك المقتل تاع هذاك